بل انا اقول لك انه رئيس الدوله كان له شرف انقاذ النهضه من نفسها. كيف ذلك؟ لانها كانت ترتكب حمقات. واتمنى ان لا يرتكبوا حمقات، واتمنى ان لا ياتوا ببعض التجارب التي فشلت في بعض الاقطار العربيه دون ان ندخل في تفاصيل. هل تعتقد ان النهضه ستراجع نفسها بعد قرارات رئيس الجمهوريه؟ أنا الحقيقة بمعرفتي بتاريخ الإخوان المسلمين لا أعتقد أنهم سيراجعون، سيستمرون في مغالطة الأبرياء. أنا يمكن بعض الرموز يمكن تراجع، ولكن أنا أعتقد هناك من يتحدث عن بروز قيادات جديدة في حركة النهضة ربما بعد هذه القرارات. هناك يتحدث عن سمير ديلو، هناك من يتحدث على عبد اللطيف المكي وغيره. هل تعتقد أن قيادات الصف الأول في حركة النهضة ستتغير خلال الأيام القليلة القادمة؟ والله لا أعرف بالضبط، هذا وارد جدا. أنا بعض دون ان ادخل في تفاصيل، بعض الاسماء التي ذكرتها هي اسماء ايديولوجيه ليست اسماء سياسيه، لانهم متشبعين بالفكر الاخواني، بل قاده هذا الفكر. لا دون ان ادخل في تفاصيل التسميات، ولكن انا اعتقد انه القائد الحقيقي الان للعمليه هو رئيس الغنوشي ومن خلفه من بعض القيادات. اعتقد هؤلاء مدفوعين ببعض المحاولات الخارجيه، سيستمرون دائما في مغالطه انفسهم ومغالطه الشارع، ويحاولون ان يضعوا بعض العراقيل. انا اعتقد انهم غيبوا نفسهم عندما خرج الشارع للاحتفال، ومن لم يرى خروج المواطنين تلقائيا للاحتفال يوم 25 بالليل ابتهاجا بقرارات السيد الرئيس أو تغاضى عنها واعتبرها أقلية فهو مخطئ جدا. وأعتقد أنه عليهم الآن أن يراجعوا أنفسهم حتى نستطيع أن ننقذ البلاد من أي منزلقات أخرى. أي دعوة الآن للتظاهر وللعنف أو أي دعوة أيضا، هناك بعض النواب الحقيقة أنا أطالب بأن تأخذ العدالة مجراها في حق من يهدد الدولة بأن يأخذ بالرصاص إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته. هذا يجب ان يعتقل حالا، هذا نفس الخطر على البلاد، يجب ان يعتقل حالا ويحاسب.